اهلا وسهلا مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، كنتمنى انكم تكونوا في صحه جيده. التواجد ديالنا اليوم حنا كنتواجدوا في واحد البلاصه جميله من نوعها اللي هي امغاس، ولا كنقولوا امغاس فالتواجد ديالها يعني التموقع ديالها في اقليم افران اللي كتبعد يعني حوالي 25 كيلومتر على مدينه ازرو وعلى مدينه مكناس. يعني الا كنتي جاي بالطوموبيل ديالك يعني ساعه المكانه غادي تكون هنايا، ولكن نقولوا باننا كنتواجدوا في امغاس فاحنا في منطقه ديال الاطلس، والاطلس يعني الا جبدنا الاطلس فاحنا كنتكلموا على الشلوح يعني الامازيغ. او اكدنو كيناش الحياه غير جي سوي تري فيير سي سا باسكو لي بيربير سون اوريجينال او ماروك فريمون، شي حاجه اللي هي فريمون كاينه. وبغيت نقول لكم بان هنا السكان اللي كيتواجدوا هنايا يعني اطلق فيهم الحفاوه ديال الاستقبال، ويعني الشلوح كتلقى فيهم النيه والقلب الصافي، فاي واحد جيتي دقيتي عليه الباب يعطيك اي حاجه عنده، واخا ما يعني واخا الظروف الاجتماعيه ديالو ما عندوش، واني يقد يعطيك اي حاجه عنده سواء يعني كانت تتعلق بالماء او الماكله ولا اي حاجه كما بغاتو تكون. غادي نستمتعوا بهذه الاجواء الجميله والغايه من نوعها. الا كنتي كتعيش في المدينه كتعيش هذوك الاجواء ديال ستريس وديال يعني ديال الزحام وديال الطاجيج، فكنصحك بانك تجي لهنا لانه كاين الكالم كاين الهدوء. اذا بلا ما نطولوا عليكم في هذا المقدمه هذه، نبغي نقول لكم قبل من هذا الشيء، الا كنتي من عشاق ديال السوشيال ميديا وكتهتم بكل ما يتعلق بالتفاصيل ديالهم والاحداث ديالهم، فكنصحك بانك تدخل في القناه الثانيه اللي هي محسن رياكسيون كما كتشوفوا، دخلوا تابوناو تما وفعلوا الجرس باش يوصلكم يعني كل جديد. خليكم مع الفيديو.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chem- as you fade away. مشاهدينا ومتابعينا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى انكم دوزتوا معنا وقيته اللي هي يعني زوينه بزاف، اجواء خياليه واجواء زوينه. بغيت نقول لكم واحد الحاجه قبل ما ننهي هذا الفيديو هذا، بانه الا كنتي كتمتع يعني واحد الموهبه عزيز عليك الصيد ديال الاسماك، فهنا كاينين بزاف ديال لابيش، يعني كتلقى لابيش سبورتيف وكتلقى لابيش نيكول، هي انك كتصيد الحوت ومن بعد كتطلق داك الحوت، يعني ما مسموح لكش انك تديه معك. بالنسبه ديال الاثمنه يعني كتبدا من دوسون حتى طالع للفوق، تيجيو مسؤولين في الصباح ديال المياه والغابات، يعني مع 8 ديال الصباح كتقطع هذيك التيكيت ومن بعد تتصيد من 8 حتى 12، ومن بعد تيمكن لك انك تصونجي البوزيسيون وتمشي لشي بلاصه عاوتاني وتشوف عاوتاني شي حوايج اللي هما زوينين. دونك من هنا تتما نشوفكم خروج جديد وفيديو جديد في بلاصه عاوتاني جميله عاوتاني كما العاده، وكنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا، وديما كنبغي انكم تكونوا في صحه جيده لان الصحه هي الاهم. و تشاو.